في إيران ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني، ففاض كأس تحمل الشعب أعباء الاقتصاد وعمت الاحتجاجات المناطق. السلطات قررت رفع الدعم على المواد الأساسية، فاندلعت احتجاجات وصفت بثورة الجياع، خاصة مع انطلاقها من مدن ريفية وأحياء فقيرة في المدن الكبرى. الرئيس روحاني فشل في إخماد الاحتجاج، وفي السابق كان قد وعد ناخبيه بجني ثمار الاتفاق النووي في عهده. رفع العقوبات عن إيران لم يذهب إلى تحسين مستوى المعيشة، رغم السماح لطهران ببيع منتجاتها النفطية بشكل أكبر، عمود خيمة الاقتصاد الإيراني. السلطات في إيران زادت في عامين مستوى تسليحها، وضاعفت من دعم الميليشيات في دول عربية عدة، فيما يواجه الاتفاق النووي مخاطر جمة، أولها إعادة واشنطن النظر بما وقعه الرئيس السابق باراك أوباما. الرئيس ترامب كرر تهديده بفرض عقوبات أوسع على طهران. التهديد أقلق المستثمرين الأجانب، فأحجموا عن مشاريع ضخمة كانوا يعتزمون تنفيذها مع انفراجة الأزمة النووية. كل ذلك زاد من الاحتقان الشعبي، فالانفراج الاقتصادي بلا تأثير على المواطن ومؤسسات التنمية داخل إيران حتى الآن. جيت فطيري، العربية.